اكيد سمعت عن حقن الاوزمبيك للتخسيس او النوع ده من الحقن، عامه بدا يبقى فيري ترندي وناس كتير قوي بدات تتكلم عنه، ايلون ماسك بيتكلم عنه، مشاهير كتير قوي بيتكلموا عنه. ايه بقى النوع ده من الحقن؟ بيشتغل ازاي؟ ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ايه السايد افكتس؟ ايه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل؟ في دراسات بتثبت فعلا فعاليه النوع ده من الحقن ولا لا؟ وفي اخر الفيديو هنقارن كده رحله التخسيس بالحقن برحله التخسيس بالدايت والتمرين بس. طيب مبدئيا النوع ده من الحقن ما كانش معمول خالص علشان يخسس، وكان معمول لعلاج دايابيتس تايب 2 السكر النوع الثاني. لقوا بقى سربرايز سربرايز ان هو بيعالج السكر النوع الثاني بيخسس. طب ما اكيد اي حاجه في الدنيا هتحسن او هتعالج مقاومه الانسولين هتخسس. لما بقى اكتشفوا انها بتخسس بدات تبقى فيري بوبولار وترندي وناس كتير قوي بتتكلم عنها، وبدا يبقى عليها سحب جامد جدا لدرجه ان حصل فيها نقص في كذا بلد، ما بقتش اصلا متوفره رغم انها غاليه جدا. الحقن دي بتشتغل ازاي؟ المين ميكانيزم اوف اكشن، الطريقه الاساسيه اللي هي بتشتغل بيها، انها بتشبعك عن طريق، هي حاجه اسمها جي ال بي 1 اجونست. جي ال بي 1 اجونست يعني هي شبه هرمون في جسمنا اسمه جي ال بي 1. جي ال بي 1 ده ليه مستقبلات في حتت كتير في الجسم، اهمها اللي موجوده في الجهاز الهضمي واللي موجوده في المخ. اللي موجوده في الجهاز الهضمي بتشبعك بان هي بتبطئ الجاستريك امتينج، بتبطئ حركه المعده، واللي موجوده في المخ بتشتغل على انها تشبعك وبتشتغل على انها تقلل الباليتابيليتي بتاعت الاكل. باليتابيليتي يعني سهوله البلع، يعني بتقلل استمتاعك بالاكل. وده فعلا اللي في ناس كتير قوي خدت الحقن دي بتقوله، ان الاكل بقى قدامي ومش عايزه اكل، انا مش مشتهي اصلا الاكل. بتعمل حاجه كمان غريبه شويه وانترستنج شويه، بتزود الانسولين سكريشن بتاع الوجبه، بتزود افراز الانسولين للوجبه. ازاي دواء بيخسس يكون بيزود افراز الانسولين للوجبه؟ هو اصلا مش معمول عشان يخسس، هو معمول لمرضى السكر، فاكيد من ضمن الطرق اللي هيشتغل بيها انه هيبقى بيقلل سكر الدم، عشان كده بيزود افراز الانسولين للوجبه. طب ازاي بيخسس؟ لانه على المدى البعيد بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي، بيحسن حساسيه الانسولين. تمام، لو بصينا كده للموضوع هنلاقي ان هي بتشتغل بفكره ايه؟ ان الهنجر، الجوع هو ده المشكله. وان احنا لو عملنا سبريشن للهنجر، لو قللنا الجوع خالص او محيناه من الدنيا وما بقتش طايق الاكل، هيحصل ايه؟ هتقلل الاكل غصب عنك، هجبرك انك تخش في ستريكت كالوري ديفيسيت، هجبرك ان انت تقلل الاكل جدا 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 فهتخس جدا جدا جدا. طب ده هل ده بيشتغل فعلا ولا لا؟ هو ده طريقه شغلها الفسيولوجيه، دي طريقه شغلها فعلا على الجسم. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي ليها كمان طريقه شغل سيكولوجيه، بتشتغل كمان نفسيا. نفسيا بتشتغل بان انت بتحس ان هي ماجيك بيل، هي حبايه سحريه، هي حاجه باسيف، حاجه مش انا اللي بعملها، حاجه بتتعمل لوحدها وحاجه هتساعدني. ما هو مش كل حاجه بقى انا اللي عاملها بدراعي، حاجه هتديني بوش، هتديني دفعه للامام. دي الطريقه اللي بتشتغل بيها سيكولوجيا. بتشتغل سيكولوجيا كمان، بتشتغل نفسيا كمان عن طريق حاجه اسمها انبوت بايز. انبوت بايز يعني ان انا لما بحط فلوس كتير في حاجه او ببذل مجهود كبير في حاجه او بحط وقت كتير في حاجه، الحقن دي غاليه قوي فانا دافع فيها دم قلبي. غالبا الناس لما بتدفع في حاجه دم قلبها كلنا بنبتدي يبقى عندنا حاجه اسمها الانبوت بايز دي، احنا خايفين نضيع الفلوس اللي احنا دفعناها. اللي عملوا الحقن دي بيقولوا ان هي ملهاش اي لازمه لو مش هتاخد بالك من اكلك وتمرينك. فغالبا لما بندفع فلوس كتير قوي في الحقن بنبتدي بقى ناخد بالنا فعلا من اكلنا وتمريننا جدا، فده برضو من ضمن اسباب ان هي بتشتغل العامل النفسي فهي ليه بتشتغل. طيب هل في دراسات فعلا بتثبت انها بتشتغل؟ في دي راندومايز كنترول ترايل. راندومايز كنترول ترايل يعني دراسه اتعملت على مجموعتين من الناس، مجموعه خدت الاوزمبيك ومجموعه خدت بلاسيبو، يعني خدت حاجه ما بتشتغلش، والمجموعتين اتعمل لهم دايت لايف ستايل تشينجز، اتعمل لهم شويه تغييرات في حياتهم في الدايت وفي التمرين. بس دول عملوا التغييرات دي ومعاها الدواء، ودول عملوا التغييرات دي ومعهاش الدواء، واستمروا في الدراسه دي 68 اسبوع يعني سنه وربع 15 شهر، وشافوا النتيجه. لقوا ان المجموعه اللي خدت الاوزمبيك نزلت من وزنها 15%، والمجموعه اللي ما خدتش الاوزمبيك نزلت من وزنها 2%. اتنين خسوا بس دول خسوا اكتر بكتير، والمجموعه اللي خدت الاوزمبيك سكرها التراكمي اتحسن جدا جدا جدا. الله، تحفه، بيرفكت، مفيش احلى من كده، صح؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على الدارك سايد، تعالوا نتكلم على الحته المظلمه شويه في الموضوع. اولا ده دواء، مفيش دواء ملوش اعراض جانبيه. العرض الجانبي الاساسي بتاع الدواء ده واللي خلى ناس كتير ما بتكملوش، واللي خلى ناس في الدراسه دي ما تكملش حتى الدراسه، هو ان ده دواء بيبطئ الجاستريك امتينج، ده دواء بيبطئ
حركة المعدة أكيد هيعمل إيه؟ هيخليك عايز ترجع. ده العرض الجانبي الأساسي اللي خلى ناس كتير قوي ما تعرفش تكمل فيه، بيعمل لك ديسكونفورت، بيخليك مش مرتاح وعايز ترجع. في أعراض جانبية تانية كبيرة سيفير بس ما بتحصلش كتير، بس حصلت. في ناس جالها جاستريك باراليسز، جاستريك باراليسز يعني شلل في المعدة. في ناس جالها بنكرياتايتس، التهاب في البنكرياس، دي نادرة بس حصلت. وانا المفروض ابقى عارف كل حاجة، المفروض ابقى عارف كل الاحتمالات. لو جينا كده نبص على الطريقة اللي بيشتغل بيها الدواء ده، هو بيجبرك انك تقلل اكلك. لما بيجبرك انك تقلل اكلك هتخس شويه في الاول، معظم الناس بتخس شويه في الاول. اولا النزول الكبير قوي ال 15% اللي نزلوا من الوزن دول استحاله يكونوا كلهم دهون، استحاله، اكيد فيها جزء عضلات، وده بيبان. بدا يبقى في فينومينون، بدا يبقى في ظاهره اسمها الاوزيمبيك فيس، ان الوش يدبل من كتر نزول الوزن بسرعه. ده حصل لناس، ما بيحصلش كل الناس بس حصل لناس. لو انا عندي حاجه بتجبرني ان انا اقلل اكلي، ايه اللي هيحصل؟ انا هكبر ان انا اخش في ستريكت كالوري ديفيسيت، صح؟ هكبر ان انا اقلل اكلي جدا، ولما اكبر ان انا اقلل اكلي جدا هيحصل ايه؟ وانا لما بقلل اكلي جدا فتره طويله بيحصل ايه؟ بيحصل ميتابوليك ادابتيشن، تاقلم في الحرق. عند مرحله معينه جسمك هيتعود على تقليل الاكل ومش هتعرف تقلل اكلك اني مور، مش هتعرف تقلل اكلك اكتر من كده، فهيحصل ايه؟ بلاتو، الوزن هيثبت. هنعمل ايه بعد كده؟ يعني هي ماشي هتدي دفعه للامام، هتخليك تقلل اكلك بالعافيه، وبعدين ما عند مرحله معينه برضو الوزن هيزيد. واللي عاملينها بيقولوا انك المفروض تاخدها على طول، المفروض اصلا ان في دكتور يكتبها لك، والمفروض انك ما تكتبهاش لوحدك، بس احنا بنتكلم على هي بتشتغل ازاي، وانا المفروض ابقى عامل حسابي على ايه لما اخدها، وابقى فاهم الصوره كلها. لازم ابقى فاهم الصوره كلها، ما اشوفش الحلو بس وما اشوفش الوحش بس. لو احنا قارنا كده التخسيس بالحقن بالتخسيس بالطرق المعتاده الدايت والتمرين، هنلاقي ايه؟ التخسيس بالحقن بيدي دفعه للامام، بوش، زقه كده، شويه حماس، بتحس انه باسيف، بتحس ان في حد بيساعدك مش انت اللي بتعمل كل حاجه، بيشبعك، فمش هتبقى عامل زي الدايت مثلا، عامل دايت وانت جعان وهفتان والكلام ده كله، ما انت اصلا شبعان فمش مهتم، فما فيش ايه؟ اراده. لما تكون انت اصلا مش جعان وانت اصلا مش عايز تاكل، ما فيش اراده بقى، انت كده كده ايه؟ ماشي اصلا مع اللي انت حاسه. لو جينا قارنا ده بان انا اعمل دايت واتمرن، الدايت والتمرين ما فيهوش دفعه للامام، الدنيا عامه مش فارق معاها انها تدينا شويه دفعه للامام او انها تحمسنا، ومعظم الاهداف اللي في الدنيا اللي محتاجه تعب وشقه ما فيهاش بوش اوليه، ما فيهاش زقه خالص، بالعكس غالبا بنقعد نحط حاجات كتير قوي في الحصاله شويه على ما نبتدي حتى نشوف فتافيت. اهداف الصحه عايزه طول البال، هتروح الجيم مش هتعمل فورمه بكره، هتعمل دايت مش هتخس بعد بكره، فمحتاجه طولة بال، فهي مش هتدي لك الزقه بتاعت الحماس زي الحقن. الدايت والتمرين محتاج مجهود، محتاج شويه وقت، معظم الناس بتقول ما عنديش وقت اتمرن، محتاج وقت اتمرن، محتاج وقت اعمل اكل، محتاج وقت اكتر من ان انا ابقى باخد الحقن. بس الحقن برضو على فكره اللي عملوها بيقولوا انها مش هتشتغل من غير دايت وتمرين. الدايت والتمرين زيهم زي الحقن، اول ما تبطلهم هيبطلوا يشتغلوا. اي حاجه في الدنيا اول ما تبطلها تبطل تشتغل. انا الكومنت ده اصلا بالنسبه لي غريب جدا، حد بيقول لي بس اللي عملوا كيتو، اللي عملوا صيام متقطع، اللي عملوا كارب، اللي عملوا مش عارفه ايه، اول ما بطلوا يرجعوا تخنوا تاني. طب اكيد يعني. اي حاجه في الدنيا سواء كان دواء او سواء كان لايف ستايل انترفنشن، سواء كان حاجه انا اللي بعملها في حياتي، اول ما بطل اعملها هتبطل تشتغل. الدايت والتمرين بقى بالمقارنه بالاوزمبيك هيجوعوك، صح؟ في حاله واحده، او مش في حاله واحده، في الحاله المتعارف عليها ايت ليس موف مور، لو قللت اكلك وتحركت اكتر هتبقى طول الوقت جعان. يعني لو عملت دايت 1200 كالوري 7000 خطوه، هتبقى حياتك اصلا عباره عن جوع، كل يوم انا عايش جعان. فده بالمقارنه بالاوزمبيك، الدايت والتمرين اللي هو تقليل الاكل والحركه كتير خليك طول الوقت جعان، فمحتاج اراده جامده جدا عشان ما تاكلش. و لو خدت الأدوية اللي بتخسس هتبقى مش محتاج إرادة لأنك كده كده شبعان. بس إحنا بنعرف نعمل حركة الشبع دي من غير أدوية، بنعرف نعمل حركة الشبع دي. أنا الدايت بتاعي محدش معايا بيكون جعان، ودايما بقول ممكن ما وعدكش إنك هتخس كام كيلو لأني ما بشوفش الغيب، بس أنا هوعدك إنك مش هتبقى جعان. ليه؟ لأن إحنا بناكل أكل طبيعي، ما بنقنقش، ما بناخدش سناكس، ما بناكلش أكل ريفاين، ما بناكلش نشويات مخففة، ما بناكلش زيت نباتي، ما بناكلش الحاجات دي خالص. فأنت هتبقى سيشيتد، أنت هتبقى شبعان، مش هتبقى طول الوقت عايز تاكل، ومش هتبقى تشتهي قوي الأكل اللي هو الريفايند والمخفف والكلام ده كله، هتبقى معظم الوقت شبعان. فده فرق الرحله دي عن فرق الرحله دي. لما اكون انا ببص، انا محتاجه ابص على البيج بيكتشر، محتاجه ابص على الصوره الكبيره، محتاجه زوم اوت، محتاجه ابعد كده وبص على الدنيا من بعيد عامله ازاي، ما اشوفش الحلو بس وما اشوفش الوحش بس. محتاجه ابقى عارف ان انا باخد دواء، الدواء ده المفروض يكتبه دكتور، والدواء ده قبل ما اخده المفروض ابقى فاهم هو بيشتغل ازاي
وايه اللي ممكن يحصل لي، ايه اعراضه الجانبيه. I don't judge، انا بحكمش على احد، كل واحد في الاخر your body your decision، وكل واحد شايف ايه الصح ليه. واحنا الحمد لله دلوقتي في عصر يخلينا نخش ونبص ونعمل سيرش ونشوف ريفيوز، الناس اللي عملت الحاجه اللي انا ناوي اعملها دي حصل لها ايه، الناس اللي عملت الحاجه اللي انا ناوي اعملها دي ندمت ولا لا، وصلت للي انا عايزه اوصل له ولا لا. وفي الاخر your body your decision، انا my job، انا وظيفتي ان انا اقول الداتا المعلومات اللي حوالين الحاجه دي، سواء كانت دايت او كانت دواء او كانت وات ايفر، الريسيرش فعلا لو في فعلا دراسات اتعملت بتثبت فعاليتها ولا لا، وده بالمقارنه بالبديل هيحصل ايه. في الاخر القرار قرارك مش قرار اي حد تاني. انا شرحت هي بتشتغل ازاي، انا مش عايزه اقول رايي الشخصي، انا قلت هي بتشتغل ازاي وقلت الفرقها عن التمرين. اي ثينك لو انت عارفني هتبقى عارف رايي الشخصي، بس اي دونت جادج، انا مش هحكم على حد. في الاخر يور بودي يور ديسيجن، ده جسمك وقرارك، وبالتوفيق في وات ايفر قرار هتاخده. ودس واز دكتور وعد، وهاف ا جود داي.